لحالك. طيب مين من اللاعبين العظماء في كرة السلة الأمريكية اللي ما عمره لبس خواتم البطولة بس إنه لاعب عظيم يشارلو بالبنان يعني؟ زي تشارلز باركلي مثلا، وصل نهائي ايضا وخسر من مايكل جوردن ال 91 كان مع فينيكس سانز. تشارلز باركلي من افضل اللاعبين كمسيره كلاعب ايضا. من اللاعبين الحاليين مثلا زي كريس بول من افضل اللاعبين كبوينت جارد. جيمس هاردن مع ان يعني مستويات الفتره الاخيره مثلا نازله. في كذا لاعب بس هذول اللي الحين جايين على بالي، بس اعظمهم تشارلز باركلي. ولان تشارلز باركلي مسكين كل يوم يكون مع شاكيل اونيل، وكل يوم شاكيل اونيل يروي خواتمه الاربعه ويسوي له خاتم. قال لنا اوكي. طيب موضوع هول اوف فيم او قاعه المشاهير، كيف يدخلها اللاعب يسوي فيها الخطاب الشهير؟ قاعة المشاهير هي قاعة مشاهير كرة السلة، ومو بس الـ NBA. يعني تحسب فيها إنجازاتك كلها كلاعب سلة. يعني كريم عبد الجبار لما دخل قاعة المشاهير إنجازاته في كرة السلة أكيد تكفيه، بس يحسبوا له مثلا أنه جاب دور الجامعات 3 مرات مع جامعة UCLA في لوس أنجلوس. ممكن أنت سويت إنجازات مع منتخب في أولمبياد أو في كأس العالم، كلها تدخل لك. تشارلز باركلي، باركلي دخل هذا الهول اوف فيم؟ اي اكيد دخل هول اوف فيم، وهو من الدريم تيم اللي جابوا الاولمبياد في 94 مثلا. فعنده انجازات فرديه وعنده انجازات جماعيه.